صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم مشاهدينا وهذه الحلقة الخاصة جدا من برنامجكم صباح دريم. النهاردة الثلاثاء 6 أكتوبر 2015، 42 سنة مروا على انتصار أكتوبر المجيد سنة 1973. الانتصار الذي أعاد لمصر كرامتها وأعاد الفرحة ليس للمصريين فقط ولكن للوطن العربي كله. الحقيقة فقراتنا النهاردة كلها وحلقتنا كلها النهاردة هنحتفل بها مع حضراتكم بالذكرى 42 لانتصار أكتوبر المجيد. في فقرتنا الرئيسية الأولى هنتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع، وكمان يمكن هنتطرق أيضا للاحتفالات اللي كانت امبارح بمناسبة انتصار أكتوبر، خصوصا خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويكون لقائنا في الفقرة الأولى مع السيد اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية بجامعة مصر. فقرتنا الرئيسية الثانية هيكون معانا فيها السيد اللواء عمر عز الدين أحد أبطال عملية إيلات، وهنعرف أسرار جديدة وذكريات عن عملية إيلات. أما فقرتنا الرئيسية الثالثة والأخيرة فقرة مميزة جدا، وهتكون معنا فيها دكتورة كاميليا السادات وحديث مشوق حول بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات. مرة تانية بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وصباح النصر. مين اداها الروح وفداها وقال للدنيا مصر انتصرت؟ صبروا ولادي 6 سنين 6 ثواني بيحلم بالاعجاز لما الزرع يجود بحصاده والاحلام الناس ينحاز. مصر الجايه بشوق وحنين، مصر الايد العامله البانيه من اخلاص المصريين قادره تهز الدنيا في ثانيه. مصر رساله خير وامان قلبها اكبر بالاحزان، لو شفتها من السما مصر بتتقدم مع الدرب، مصر الأم الحرة الحية هي الجاية بأرض. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، وخلونا نبدأ النهاردة فقرتنا الإخبارية من موقع مبتدأ والسيسي نقدر جهود السعودية في خدمة الحجاج. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه إذا لم يتم القضاء على منابع الإرهاب جذريا فسيستمر لفترة طويلة. وأضاف السيسي خلال احتفالات ذكرى حرب أكتوبر بالكلية الحربية أمس أنه لا بد من تطوير وإصلاح الخطاب الديني باعتباره أمر في غاية الأهمية، قائلا يجب أن نمارس ديننا بما يليق بنا حتى لا نسيء لديننا العظيم. وقدم الرئيس التعازي لأسر المصريين في شهداء الحج، وتابع لدينا كل ثقة في الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج، وكل التقدير للمملكة العربية السعودية والخدمات التي تقدمها على مدار العام وليس أثناء موسم الحج فقط. للتعليق على هذا الخبر معنا على الهاتف أستاذ أحمد أيوب مدير تحرير مجلة المصور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذة، كل سنة طيبة وكل سنة ومصر كلها بخير. وحضرتك بخير ومصر كلها بخير يا رب. استاذ احمد، يعني عايزين نعرف كده ابرز يعني الاشارات والرسائل من وجهة نظرك اللي تم الاشارة ليها امبارح في خطاب السيد الرئيس صباحا. يعني طبعا امبارح كان اجواء انا بعتبرها اجواء حرب اكتوبر وانتصار اكتوبر صباحا او مساء، صباحا بالعرض العسكري الممتع واللي كانت الرسالة الأساسية فيه إظهار قد إيه القوات المسلحة المصرية تحتفظ بقوتها، تطور نفسها يوم بعد الآخر، تمام، إنها ما زالت عندها القدرة على الدفاع عن أرض مصر وترابها ضد أي معتدي. تمام. بالليل الأوبريت الجميل مصر المكان والمكانة اللي قدمته الإمارات والشيخ سلطان القاسمي هدية لمصر والجيش مصر للانتصار. اما رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فامبارح بصراحه كان يوم الرسائل المهمه جدا. تمام. رسائل خاصه بالامن القومي المصري والجيش المصري، او حتى رسائل خاصه بعلاقه مصر بدوله
شقيقة زي دولة السعودية. أتكلم على الرسائل الخاصة، يعني حضرتك لو حابة أتكلم على رسائل الجيش نبدأ بيها أو رسائل السعودية كما تشاء. تفضل رسائل الجيش يا فندم. نعم يا فندم. ألو أستاذ أحمد. اتفضل يا فندم، احنا سامعين حضرتك، اتفضل. نتكلم عن رسائل الجيش. أيوه. كان في ست رسائل واضحة جدا. الرسالة الأولى إنه هذا الجيش الذي انتصر وحقق الانتصار والعبور في حرب 73 انتصر لأنه جيش كان في علاقة خاصة بينه وبين شعب مصر. تمام. وبالتالي طالب الرئيس أن تظل هذه العلاقة هي كلمة السر بين الشعب وبين جيشه. تمام. وكان في رسالة توجيه واضح أو تحذير واضح من أنه البعض يستسلم لبعض الشائعات والحرب والحرب المعلوماتية اللي بتواجه بها مصر الآن بهدف تشكيك في الجيش المصري وإفقاد الشعب المصري ثقته في الجيش. الرئيس كان واضح، خلوا ثقتكم قوية في جيشكم، خلي علاقتكم وثيقة بجيشكم. صحيح. هو ده الـ الـ الشيء الأساسي اللي هيحمي أو هيظل قوة الجيش موجودة بيه. تمام. الأمر الثاني أو الرسالة الثانية أنه هذا الجيش قادر على حماية بلاده وعلى الدفاع عن أمن بلاده ضد أي اعتداء. هو حد يفكر أن جيش مصر مش هيحمي بلده، جيش مصر هيحمي بلده. ارتبطت بالرسالة الثالثة كمان أن هذا الجيش جيش وطني شريف، ولما الرئيس يقول هذا المصطلح جيش وطني شريف بيحب شعبه ويحب بلده. صحيح. واضح جدا أنه هذا الجيش هو جيش مصر، جيش شعب مصر، ليس جيش رئيس ولا جيش تيار ولا جيش حزب ولا جيش أي حد، هو جيش الشعب المصري اللي جنوده ورجاله رفضوا يناموا ولا يرتاحوا ولا يروحوا بيتهم إلا لما يحولوا الانكسار إلى انتصار. تمام. كان في كمان يا فندم حاجتين بارزين جدا يمكن في كلام الرئيس. التحقيق هذا الجيش. اتفضل. الرئيس اعتمادا على عون الله عز وجل وعلى وجود هذا الجيش انه لا عودة مرة اخرى لزمن الانكسار والانهزام، وان مصر ما حدش هيقدر يمسها طالما فيها جيش اسمه الجيش المصري. تمام. كان في كمان يعني يمكن جملتين بارزين جدا عندما بدأ السيد الرئيس الخطاب بتحية روح الشهداء، وكمان لما وجه تحية خاصة للمشير حسين طنطاوي. الحاجتين دول معناهم ايه يا فندم؟ الحاجة الاولى ان شهداء مصر واضح جدا في الرئيس في رسالته رقم واحد ان شهداء مصر هم اللي حرروا هذه الارض، وان دم الشهداء هو اللي حرر الارض، وبالتالي اي تفريط في الارض فهو تفريط في حق هؤلاء الشهداء اللي ماتوا عشان خاطر ارضهم. تمام. رقم تمام. اثنين ان جيش مصر لا ينسى شهدائه على الاطلاق. وبالمناسبه يرتبط كلام الرئيس بعمليه حق الشهيد اللي تقريبا انهت على 90% من الارهاب الموجود في سيناء، ولم تبقى الا مناطق قليله جدا او حاجات كتير جدا. سميت حق الشهيد اعترافا بان الشهداء دمهم وطرهم محدش بينساه. صحيح. تمام. ثلاثة انه على الشعب المصري كله ان يعلم انه لولا هؤلاء الشهداء اللي ربنا منحهم لمصر ما كانتش الارض اتحررت، وبالتالي نشيل الشهداء كلنا فوق راسنا. تكريمه او شكره للمشير طنطاوي ارتبط ايضا بالتضحيات اللي بيقدمها الجيش. صحيح. الناس ما تعرفوش اللي استسلموا لحرب الشائعات والحرب المعلوماتيه اللي القيت، وان الجيش بيقبضوا والجيش مرتباتهم ما اعرفش قد ايه. الرئيس كان واضح لما قال معلومه استاذن، قال معلش هقولها وناس هتزعل. هي المعلومه ان الضباط دول اللي بيموتوا عشان البلد، بيموتوا عشان احنا نعيش احرار، ما حدش يمس بلدنا ولا حد يمس امننا القومي. هؤلاء الضباط قعدوا 20 سنه بيتقاضوا نصف مرتبهم بس. صحيح. ليه؟ علشان جيشهم يقدر يسلح نفسه، علشان جيشهم يقدر يجيب سلاح يحمي به البلد. مزبوط. يقدر يبني قوة اقتصادية لنفسه. عشان كده شكر المشير طنطاوي اللي كان وقتها وزير الدفاع وقدر يعمل ده مع رجال جيشه. هو ده الجيش يا استاذة. صح. اللي الناس دلوقتي بتسأل هو ليه الجيش بيجيب معدات وأسلحة بفلوس كتير واحنا قادرين نعيش عشان نجيب اسلحه؟ احنا مش هنعيش بس نجيب اسلحه تقوي جيشنا، زي ما اجيالنا ابائنا واجدادنا رفضوا ياكلوا ويشربوا وكانوا بيوفروا من قوتهم عشان يدعموا جيشهم عشان نحرر الارض. عايز صحيح. حضرتك معلومه لازم الناس كلها تفتكرها. فضل. والفنانين يفتكروها.
أم كلثوم عملت حفلات جمعت بيها للمجهود الحربي 3 مليون جنيه، قالت مش هغني غير لمصر لغاية لما مصر وأرض مصر ترجع. صحيح، كان في روح تكاتف وتكامل ما بين كل فئات الشعب المصري. المصريين كانوا بيخشوا من قوتهم عشان يبنوا جيشهم. صحيح، جيشنا ملكنا، إذا الجيش ده انهار لا قدر الله، إن شاء الله مش هنهار، لكن لو الجيش ده انهار مفيش مصر. مصر ربنا مقومها بخير أجناد الأرض. طيب أستاذ أحمد، أخيرا عايزين نعرف كده يعني الإشارة إلى الثقة المتبادلة ما بين مصر والمملكة العربية السعودية التي أكد عليها الرئيس أمس في خطابه. هذه الثقة ثقة وطيدة وعلاقة وطيدة على مدار عصور. الرئيس السيسي امبارح، أنا بعتبر دي من أهم الرسائل، أنا شخصيا أفقت لهذه الرسالة وفرحت جدا بيها. ليه؟ لأنه الحرب اللي بتتعرض لها دولة شقيقة زي السعودية وقفت جنبنا، شعب شقيق، لمجرد ان في دولة بتحاول تنتهز الفرص عشان تسيء وتشوه الدول العربية عشان تحقق هدفها والهلال الشيعي في المنطقة، لازم كلنا نقف جنب دولة السعودية. لان مش ممكن ابدا اتكلم عن دولة ادي لها اكثر من 1400 سنة او 1400 سنة بتقوم على الحج وبتخدم الحجاج وبتخدم كل الزوار، واجي النهارده استسلم لشائعه او حرب بتقودها هذه الدوله الايرانيه. تمام، عشان كده الرئيس كان واضح وبيدي مثل ازاي يبقى في تضامن عربي، ازاي نقف جنب بعض، ازاي ما نشكش في بعض، ازاي لما دوله زي السعوديه تتعرض لهذه الحرب كلنا نقف جنبها. صحيح، كلنا ندعمها مش نستسلم. اعتقد دي كانت رساله واضحه جدا، وكان الرئيس واضح وكان صادق فيها انه الشعب، لان كمان ما تنسيش حاجه يا استاذه، مصر لا تنسى الجميل ولا تنسى من وقف بجوانها. صحيح، على الاطلاق. تمام، انا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله استاذ احمد ايوب مدير تحرير مجله المصور، شكرا لحضرتك مره ثانيه وصباح الخير عليك مره ثانيه. نكمل أخبارنا مشاهدينا، ومن جريدة أخبار اليوم، خادم الحرمين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 42 انتصارات أكتوبر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعث ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس. من موقع فيتو، شريف إسماعيل يترأس اجتماعا بحضور 4 وزراء في هيئة الاستثمار. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وحضر الاجتماع السفير سامح شكري وزير الخارجية، ودكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام زعزوع وزير السياحة، وجمال سرور وزير القوى العاملة والهجرة. وناقش الاجتماع عدد من الملفات المهمة المتعلقة بهذه الوزارات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جريدة اليوم السابع، مصادر تنفي لليوم السابع مصالحة العاملة المصرية بالأردن مع المعتدين عليه. نفى مصطفى الدرواني رئيس رابطة العاملين المصريين في الأردن تحت التأسيس حدوث مصالحة بين العامل المصري المعتدى عليه من قبل شقيق النائب الأردني زايد الشوابكة ومرافقيه، مؤكدا أن المعتدين تم توقيفهم إداريا بقرار من محكمة عمان أمس. وأكد الدرواني في تصريحات خاصة لليوم السابع من الأردن أمس الاثنين أن ما يثار حول مصالحة بين العامل المصري وأسرة النائب الأردني عار من الصحة. من البوابة، السفير سامح أبو العنين يقدم أوراق اعتماده مراقبا دائما بالأمم المتحدة. قدم السفير سامح أبو العنين أمس أوراق اعتماده إلى مايكل مولر المدير العام لمقر الأمم المتحدة في جنيف، مراقبا دائما جديدا لجامعة الدول العربية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة. كان السفير أبو العنين يعمل قبل تعيينه في جنيف مساعدا لوزير خارجية مصر لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. من جريدة الشروق، المنتخب العسكري لكرة القدم ينهي استعداداته للقاء سلطنة عمان تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر. انتهى المنتخب العسكري لكرة القدم تدريباته الأساسية ومرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة منتخب عمان في ثالث مبارياته ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرازيل وعمان وكندا وغينيا ببطولة العالم العسكرية السادسة بكوريا الجنوبية، بعد اكتساح غينيا بستة أهداف مقابل هدف واحد والفوز على كندا بخمسة أهداف نظيفة ليتصدر بذلك قمة المجموعة بفارق الأهداف. كما حقق اللاعب علي بطل المنتخب العسكري
العسكري للجودو أول ميدالية ذهبية لمصر في بطولة العالم للجودو في وزن 66 كيلو. كما فاز أيضا منتخب مصر العسكري لكرة اليد على نظيره البرازيلي بـ30 هدف مقابل 18 هدف في ثاني مبارياته صباح اليوم، ويستعد غدا للقاء منتخب كوريا الجنوبية صاحب استضافة البطولة على أرضه. فاز أيضا منتخب الكرة الطائرة العسكري على نظيره الصيني 3-1 في ثاني مبارياته. نروح لجريدة الوطن وآخر خبر في أخبارنا المحلية. هاني شاكر أول نقيب ينصب سفيرا للنوايا الحسنة. نصب نادي النوايا الحسنة الدولية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين كسفير للنوايا الحسنة تقديرا لمشواره الفني والغنائي الطويل. وأعرب هاني شاكر عن سعادته البالغة للمنصب الجديد الذي منح له، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة الإنسانية والمجتمع المدني. يذكر أن نادي النوايا الحسنة الدولي اختار 8 شخصيات كسفراء للنوايا الحسنة من 4 دول، هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين. مشاهدينا الأخبار العالمية بعد الفاصل، خليكم معنا. أول خبر معانا في أخبارنا العالمية من ABC، وتعزيز العلاقات بين مصر وتونس فرصة لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة. سلطت صحيفة ABC الإسبانية الضوء على أول زيارة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لمصر منذ توليه الرئاسة منذ 10 أشهر، والاتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعزيز التعاون بينهما لمكافحة الإرهاب. وقالت أيضا أن تعزيز العلاقات بين مصر وتونس هي فرصة لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة العربية. ودعمت الصحيفة قول السيسي بأن هذا التعاون سيساعد في تحقيق نتائج إيجابية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخاصة في الأراضي الليبية. أوضحت الصحيفة أيضا أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، وذلك لتشابه البلدين في عدة أمور على المستوى السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، كما أنهما يعانيان من نفس التحديات الأمنية أبرزها التهديدات الإرهابية وتأثير الأوضاع الليبية المتوترة على البلدين. من الموندو ميركل، الجهود العسكرية ضرورية في سوريا ولكنها غير كافية، لابد من حل سياسي معها. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن لابد من وجود حل سياسي في سوريا من خلال إجراء محادثات مع جميع أطراف النزاع في سوريا، حيث أن الحل العسكري ضروريا ولكنه غير كافي لإنهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ 4 سنوات. أكدت ميركل أيضا أن سوريا تحتاج إلى عملية سياسية بجانب العسكرية ولكنها تواجه صعوبات في إطلاقها، مشيرة إلى أنه لابد من مشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد للمشاركة في محادثات السلام لإنهاء العنف. وأشارت أيضا إلى أن ممثليها شاركوا في العديد من جولات المفاوضات التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف. وأخيرا من واشنطن بوست، صمت أفغاني على قصف مستشفى أطباء بلا حدود. سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على رد فعل أفغانستان على حادث قصف مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في إقليم قندوز شمال البلاد في غارة جوية أمريكية. قالت أن رد حكومة كابول جاء صامتا بل متعاطفا أيضا، وبدلا من الانتقادات الصارمة للجيش الأمريكي ظل الرئيس الأفغاني أشرف غاني صامتا فيما عدا إعرابه عن أسفه لسقوط مدنيين، بينما لم يتم الحديث عن أي احتجاجات فيما تراجعت تغطية الحادث في كبرى الوسائل الإعلامية الأفغانية. رجحت الصحيفة أيضا أن يكون هذا التغير في اللهجة مرتبطا بالقلق المتزايد لدى المسؤولين السياسيين والعسكريين في أفغانستان إزاء قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتقب بشأن ما إذا كان سيلتزم بتعهده بسحب كل القوات الأمريكية الباقية في البلاد بنهاية العام المقبل. ومع اقتراب صدور هذا القرار يزداد حذر السياسيون الأفغان في تعبيرهم عن رد فعلهم على الأخطاء الأمريكية حسب ما يرى المراقبون. تعالوا نشوف أخبار المرور. إيه معانا على الهاتف سيادة العقيد مصطفى إبراهيم مدير غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. صباح الخير يا فندم. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والشعب المصري كله طيب، كل سنه وقواتنا المسلحه الجواسل كل سنه وهم طيبين، يا رب دايما كده يديم على مصر الاعياد والانتصارات باذن الله تعالى. ان شاء الله يا فندم. اخبار الطرق ايه النهارده؟ والله يعني زي ما هو معلوم لحضرتك وزي ما حضرتكم كلكم تابعتوا حاله الطرق النهارده اثناء التوجه يعني للعمل،
النهارده عندنا 30 35% حركه مروريه على الطرق على داخل العاصمه، حتى يعني لو فرض ان هناك مؤثر ما، يعني احنا عندنا مثلا مجموعه من المؤثرات كده، عندنا عربيه مثلا معطله اسفل كوبري الكريم محمد فوزي على الدائري، تساقط من حمولتها جزء من حموله السياره، لكن مع انخفاض معدلات الحركه تاثيرها محدود تماما. بالعكس احنا بنستغل هذه الايام الاجازات وايام الجمعه والايام اللي بيبقى فيها انخفاض في معدلات الحركه، ولو في عندنا اصلاحات او حاجه كده سريعه بنستغل هذه الايام لاجراء الاعمال فيها. تمام. الحمد لله الوصف العام للحاله المروريه الامور هاديه الحمد لله تماما داخل العاصمه خارج العاصمه. على العكس بقى احنا دايما في مثل هذه المواقف لا قدر الله لما بتتلقى غرفه عمليات الاداره العامه للامور اي بلاغات مثل هذه التوقيتات ايام الاجازات في الصباح وايام الجمعه، دايما بيبقى الحادث سردي وانقلاب نتيجه زياده السرعه. فارجوك لا تنخدع بمظهر الطريق الخالي فتزيد من سرعتك، الطريق له عوامل امان وعوامل سلامه، التزم بالسرعات. تمنياتنا ان شاء الله لوصول جميع الرحلات السريه ان شاء الله يا فندم. الاستعدادات طبعا لاحتفالات 6 أكتوبر هيبقى فيه يعني اكمنه، هيبقى فيه المرور هيبقى عامل ازاي النهارده؟ لا الحمد لله يعني زي ما هو يعني احنا يعني انخفاض معدلات الحركه المروريه يا فندم على الطرق وعلى داخل المدينه تؤدي الى ان يعني يبقى فيه انسيابيه في الحركه المروريه، يعني برضه الحمد لله ما عندناش انفراد وقاعي مصدمات على الطرق السريعه اللي له حد من اهله او زاويه على رحله مرور السفر حاليا. تمام. الحمد لله يعني الامور ماشيه تماما، واحنا اهم حاجه يبقى الشعب المصري فرحان ان احنا نامن هذه الاحتفالات ومروريا وامنيا وعلى كافه المحاور. مره ثانيه كل سنه والشعب المصري كله طيب وقواتنا المسلحه بصحه وسلامه ان شاء الله. وحضرتك بالصحه والسلامه. شكرا لحضرتك مره اخرى سياده العقيد مصطفى ابراهيم مدير غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، توصلوا بالف سلامه، ومره ثانيه كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر والامه العربيه بخير، وصباح النصر مره ثانيه. طلب الشهادة فنالوا المجد وعاشوا في الذاكرة الشعبية مثالاً لأسمى معاني الخلود. أكتوبر 73 فخر العسكرية المصرية. واقف على الحدود 2000 تحية، يا حامي المجد مجد الجمهورية، يا حاملين السلاح في كل ناحية، واقفين ليل نهار وعيونكوا صحية، وهبتم للوطن أرواح عزيزة، وحب بلادنا في دمكم غريزة. نحيي رجال القوات المسلحه بمناسبه نصر اكتوبر العظيم. مصر بلدنا جميله، بشكر الجيش مليون مره انه طلعنا وطلع مصر لبر الامان. لولا القوات المسلحه كانت مصر ما نعرفش احنا كنا فين دلوقتي. من نصر الى نصر عشان مصر تبقى حلوه. ما عادش فيه خوف، خوف خلاص راح. مصر ان شاء الله عمرها ما هتقع ابدا. مصر ام الدنيا، ومصر هتبقى قد الدنيا لكل الدنيا. تحيا مصر. 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 نصر حرب أكتوبر المجيدة فخر كل مصري ومصرية بيحبوا بلدهم بجد. السلام عليكم. امسكوا في ايدي احسن. جاري اطبخي كلف يا سيدي. مش كده الكلام ده صح يا ريس ولا انا بعك؟ ان هو سقط من التاريخ. لا ثواني معلش. الكلام ده ليكوا انتوا. اول مداخلة ليا في حياتي حصلت في قناة السويس وما حولها الاستاذ وائل الجراشي. بما اني بجامه نسمعها بمهم. هنا بقى الكلام كله نشكر كل الرؤساء. انت كده كده دخلت التاريخ. مش انا قلت لك ان انا اشكرك؟ اصل انا علماني، اصل انا ملتزم. جامعه وشعب.
وصورة رئيس. بيجامة وشعب وصورة رئيس في الأوقات التالية على دريم. ملفوفه بالله، انا جايه لكم بهدوم. انت ممسوكه متلبسه مع الدكتور مصطفى شويه ومتصوره معاه في اوضاع مختلفه. انت عايز نهايتك في الداخليه تبقى على ايد قواد؟ ده حيوان. حسب الزبون يا باشا. نظبط ايه بس؟ مش لما تورينا مراتك؟ الناس دي بخاف ربنا قوي يا باشا والله. انا على طول لوحدي. الدوريه الراكبه قبضت عليكي وانت نايمه مع الراجل في عربيته. نقفل على السيره دي عشان برضو ربنا يستر على ولاهنا جميعا. موجه حر. واحده متجوزه. تروح تخون جوزها لما تقع في حجرنا تقعد تعيط. لما اي فرصه بتحرن عليا وترفسني دماغي بتشيط. القانون بقى عجينه، العداله كدبه، القاهره بتغوص في الوحل والعاهره اشرف في السجان. موجه حاره في الاوقات التاليه على دريم. زمان عشنا الابيض والاسود في زمن الفن الجميل، وتغير الزمان وبقينا بنعيش بالالوان الطبيعيه. بالألوان الطبيعية مع نادية حسني في الأوقات التالية على دريم. جوه المواقع بين المدافع، جوه المواقع بين المدافع، وسط القنابل انسف اقاتل، وسط القنابل انسف اقاتل، وسط القنابل انسف اقاتل، واموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، وكفايه اشوف عالم العروبه، باقي باقي عالم العروبة باقي. في ذلك الوقت من كل عام يحتفل الشعب المصري بذكرى أعظم انتصار في تاريخ البشرية المصرية، انتصار 6 أكتوبر الذي تحل علينا اليوم ذكراها 42، يوم انتصرت فيه الإرادة المصرية وردت فيه الكرامة، فهو يوم لا ينسى، حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروها على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67، انتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي. بدأ الجيش المصري بتجميع المعلومات عن طريق الكمائن المصرية شرق قناة السويس، حيث أفادت بأن الجندي الإسرائيلي لا يتمكن من إبداء أي مقاومة تذكر عندما يداهمه هجوم مفاجئ، مما ساعد الدوريات المصرية على تنفيذ مهامها المحددة بالسرعة والدقة. كان اقتحام خط بارليف شبه مستحيل وسط هذا المناخ في ظل حالة لا سلم ولا حرب. بعد توقف حرب الاستنزاف اتخذ الرئيس الراحل أنور السادات قرار الحرب. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس
لتتولى مسؤوليتها الوطنية. بدأت نسمات النصر عندما أشارت عقارب الساعة نحو الثانية من بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر، حيث بدأ أكثر من 2000 مدافع ثقيل قصفه لمواقع العدو في نفس اللحظة التي عبرت فيها سماء قناة 208 طائرة تشكل قوة جوية المكلفة بالضربة الجوية الأولى التي أصابت مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية بالشلل التام. مها صبري، صباح. 42 سنة ونفس الحماس، نفس الفرحة، نفس الإحساس بلذة الانتصار والفخر بمصريتنا وعروبتنا. 42 سنة على انتصار الجيش المصري واستعادة الكرامة والأرض مرة تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلونا نرحب في الاستوديو بضيفنا اللي منورنا، السيد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية نصر. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. سنة وانت طيبة ومصر كلها طيبة ومصر وخير. كلها بخير. يعني أثناء إذاعتنا للتقرير كنت شايفة حضرتك يعني كأنك بتستعيد ذكريات أكتوبر 73، خصوصا في يعني في الجزء الأول من التقرير اللي كان في وسط المعركة. لا ده أنا هقول لك على حاجة غريبة قوي. المنظر ده كان نفسي أشوفه، لأن أنا كنت خلف خطوط ما شفتش عملية العبور دي. يعني أنا خلف خطوط العدو جوه. فاللحظه دي كان نفسي اشوفها. عشان كده حضرتك بتسال. فكل ما تتعاد اقعد ابص فيها. وعايز اقول لك على حاجه اهم من ده وده. يعني بالمناسبه قبل ما ابدا كلامي بوجه تحيه لاستاذي وقائدي في الحرب، على الله يكون بيسمعنا دلوقتي، اللي هو اركان حرب صلاح كامل. ده كان زي اقول الراجل ده الدينامو اللي شحن مجموعات استطلاع خلف خطوط العدو وأعدها زي ما نقول إيه يعني بالحديد والنار. تمام. وخلى سينا أثناء الحرب وقبلها كتاب مفتوح قدام الجيش المصري كله. تمام. فتحية لهذا القائد العظيم في هذا اليوم، وتحية لكل أبطال وكل أبطال مصر. أنا معلش هو عشان قائد ده يعني ليه، لأن هو بكل أسف رافض أنه يظهر في الإعلام أو يتكلم أو وإحنا كلنا نوجه له ألف ألف تحية طبعا، رايحين جايين وهو راهب وساكت وما يحبش يتكلم. إنما هذا الرجل مش عايز أقول مصر تدين ليه، إنما على الأقل إحنا ولاده اللي تعلمنا على أيديه بندين ليه بالكثير والكثير جدا. فانا بعد اذنك ببعت له هذه التحيه. طبعا كلنا بنبعت له بتاعك ده. وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. بقول لك كنت بكلمه بقى بعد العبور ده، ولما هو من النوع اللي ايه اللي زي بقول ايه يبص الحماسه في التلج يخليه نار. فانا بقيت ايه عايز اقول، انا عايز يعني لما كان يجي يكلمني اقول له عايز حاجه واحده. الناس في الشارع فرحت، يقول لي ايوه الناس فرحانه، الناس بتوزع شربات. اقول له مش تاني. يعني انا عايزين نحس بالشارع، اصل كل احنا ماشيين معديين وسايبين الناس كلها وحاله الكآبه والقلق مش انما عبرنا وسينا قدامنا، وبعدين انا هناك جوه خلف خطوط شايف العدو على حقيقته وهو بيهرب وهو بيجري وهو مرعوب من قواتنا. ده الكلام ده بعيد عن القناه اكتر من 100 كيلو. تمام. فانا شايف الرعب اللي في عينيهم صحيح، وشايف الضربات الجوية بتاعتنا وقواتهم شكلها ايه. بس عايز اشوف ان اللي احنا بنعمل الكلام ده عشانهم شكلهم ايه، حاسين فرحوا فعلا اللي احنا ما احنا عايزين نفرحهم اكيد. يعني شوفي ما لم يكن النتيجة، احنا ليه حاربنا وليه عدينا ولا عملنا؟ مش عشان الجيش، ما هو الجيش ده بيعمل ده عشان شعب مصر. عشان يشيل الغمة اللي غطت مصر ده كلها، عشان كرامتنا، عشان كرامة مصر والمصريين كلهم. فإن لم أشعر بهذه الفرحة ما يبقى كأننا ما عملناش حاجة. كان بيقول حضرتك بقى لا فعلا الفرحة انتقلت للشعب. أكتر من مرة أطلبه وكل ما أسأل يقول لي ده فعلا. ولذلك إيه يعني معلش الشيء بالشيء يذكر. آخر يوم راجعوا بعد 6 شهور أو 180 يوم، أنا فاكر راجع من ناحية نقطة عيون موسى خلاص. بقى استقبلوني قواتنا وراجع إيه في عربية كده وبنعدي معبر في السويس هناك عند الشط كده. مش ممكن يتصادف سبحان الله في اليوم ده في مدرسة أطفال صغيرين كده رايحين يزوروا زيارة
كان الوقت يمكن ايه قبل الظهر بشويه وحاجه زي كده، واحنا بنعدي والولاد الصغيرين دول بيعدوا على الكوبري على رجليهم وفرحانين وعمالين يغنوا، فكانهم جايين يستقبلوني او يعني عشان احس فعلا ان الناس ايه فرحانه. حسيت ان اسعد يوم في حياتي فعلا ان انا شفت الناس فرحانه في مصر والاطفال دول بيعدوا على نفس المعبر اللي كان اللي اتعمل بالنار وبدم الشهداء، بيعدوا عليه اطفال وهم مبسوطين بيعدوا بيرقصوا وبيغنوا عليه النهارده. فكان فعلا ايه هي دي يعني نقول ايه دي جايزه المقاتل، صحيح، ان يرى اثر عمله على وجه من ضحى من اجلهم، على وجه اهله، على اهل بلده شعبه. اكيد ست لواء، حضرتك بتقولي كنت خلف الخطوط وشفت بمنتهى دقة التفاصيل العدو وهو بيهرب وبيفر من الجيش المصري بمنتهى الرعب ومنتهى الخوف ومنتهى الاستسلام، احساسك كان ايه وقتها وايه الصورة اللي انت كنت شايفها اللي فاكرها كده واحنا قاعدين دلوقتي؟ لا يعني هو في مشاهد لو تتحكي يعني يمكن حكيتها كتير والواحد بقى يمل من حكايتها. عايزين نعرف احنا. يعني ايه أنا أذكر أول بلاغ بلغته كان في يعني لواء مدرع صباح يوم 7 أكتوبر. فده اللواء ده بدأ يستعد ويجهز عشان إيه هيتحرك في اتجاه جبهة بقى، وقواتنا عبرت والتدمير معدل التدمير في دبابات العدو عالية جدا، فده احتياطي لازم يتحرك لاتجاه الجبهة. أكيد. فهو ابتدى يستعد ويتحرك، طبعا إحنا قاعدين بنديله وصف تفصيلي يعني زي ماتش الكوره بالظبط. شال الشباك، ابتدت الدبابات تسخن، ابتدت تطلع تصطف كده بتاخد اتجاهها، تمام، قبل المغرب او قبل الغروب بساعتين وداخل 4 طيارات من عندنا فوقيه، يعني يعني هنقول ضربوا منه مثلا 25 دبابه. تشوفي الرعب بقى ايه الدبابات وهي بتجري من الخوف، مش يعني المفروض يعني ناس مدربه لما يضربني طيران انتشر بشكل ما انزل في الحفر، وخاصه انه جنب الحفر. هم فقدوا الاتزان تماما، فوق بعض في حفر يضربوا في بعض وتلاقي دبابات بتصطدم ببعضيها، حاله رعب. المهم في اليوم ده يعني اوريك الرعب بقى تاني يوم الاكثر. في اليوم ده ما هتحركوش وقعدوا لان خسائر كانت كبيره، فقعدوا يستعيدوا يعني رفع كفاءه اللواء تاني ويجيبوا له دبابات تانيه غير اللي اتدمرت وهكذا. تاني يوم بدأ اللي هو يجهز واحنا طبعا قاعدين له بنبلغ. يعني على فكرة كنا قاعدين تقريبا في وسط اللواء، يعني داخل السور السلك اللي فيه يعني يعني المهم انا بختصر حاجات كتير. لا يعني الكفاءة فعلا واضح انها كانت على اعلى مستوى. بدأ يصطف نفس الاصطفاف، فاحنا متوقعين ان الطيران بتاعنا هيجي يضربه زي نفس اليوم. وفعلا في تقريبا في نفس التوقيت او قبله بنص ساعة لقينا صفارات الانذار بتضرب، الرشاشات المضاده للطائرات بتاعه ده بتضرب. ايه ولاد الكلب استنوا، احنا خايفين على طائراتنا. تمام. وبيجروا نفس الكلام، ما اعرفش ليه بيصطدموا ببعض وهم بيجروا كل مره. يعني المره الثانيه تاني يوم اصطدموا برضه نفس الكلام، ولسه ما شفناش طيراننا، طيران لسه ما جاش، واصطدموا كده لوحدهم. وفجاه بنبص في السماء لقينا الطائرات اللي معديه فوقينا طيارات اسرائيليه، مش طياراتنا، طيارات هم افتكروا ده ما فيش تنظيم خالص. شوف يعني امال الجيش الاسرائيلي اللي كانوا مخوفيننا منه، الجيش الاسرائيلي كذا وكانوا عاملين رعب في وسط الناس، ما هو ولا كلام بس. ايمن بقول لك لا عند المواجهه ده موضوع تاني، المواجهه موضوع يعني هم يتكلموا في التلفزيون كويس قوي، يعملوا حاجات، طلعوا اشاعات كويس قوي. بس ما هو للاسف احنا عندنا ايه؟ يعني احنا عندنا لما حصل للاسف في 67 النكت والكلام التريقة اللي طلع على جيشنا كان أصعب من الهزيمة حرب مليون نفسية. مرة تمام؟ حرب نفسية، تدمير نفسي، مع أننا يعني إيه هزمنا هزيمة لا نستحقها والجيش الإسرائيلي انتصر انتصار لا يستحقه. يعني كل اللي حصل لا يعني كانت أمر هزيمة ولم يحارب في 67. فالناس تخيلت إن هو ده الجيش المصري بيجري، هو ما جريش، هو خد أمر من انسحاب وأمر غلط، والتاني لقى الارض. بس اقول لحضرتك حاجه، اذا نظرنا للجانب الايجابي من النقطه اللي حضرتك بتقولها دي، هنقول ان دي يمكن كمان استغلها الجيش المصري بذكائه، ان هو فضل طول الفتره دي سايب الناس فاكره ان الجيش المصري مش هيحارب ولا حاجه. بالظبط. وكانت الضربه المباغته اكتوبر 73 كانت هي يعني اللي افقدت فعلا زي ما قالوا كده في البيان العدو توازنه تماما.
بصي بمناسبة أفقادة العدو توازنه، يعني أنا هقولها لك حقيقي بقى كراجل النهاردة بعد عمر ده كله كأستاذ علوم استراتيجية وما درسته من حروب وتاريخ عسكري. يعني السادات رحمة الله عليه قال الكلمة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي اللي هي إن لقد أفقدنا العدو توازنه في 6 ساعات. لا صحيح. ده أنا هقولك سينا عادت وانتصرنا بعد 6 ساعات دول، مش يوم 25 ابريل 82 ولا طابة رجعت يوم 19 مارس 89. سينا رجعت بعد 6 ساعات. ليه؟ احنا انتصرنا. هنا الانتصار دايما نقول ايه؟ انتصار الارادة، هزيمة الارادة. من لم تهزم ارادته لم يهزم. يعني ان انا تتدمر لي قوات ممكن استعدها، يتدمر لي سلاح ممكن اجيب غيره. يعني انما عندما تهزم الارادة خلصت. احنا في 73 في اسف في 67 لما رجعنا لم تهزم ارادتنا. واديلك كم مثل بسرعه كده، يعني ده احنا جيش رجع بالمنظر ده. مين قال ان مفيش؟ ده بقى شوفي بقى شعاع الامل اللي بيقول ايه، في الليله الظلماء يفتقد البدر. يوم 9/10 مع اعلان الزعيم عبد الناصر رحمه الله عليه انه استقال وخلاص الجيش كله رجع ودمرنا المعابر عشان ما حدش للعدو الاسرائيلي يعبر ورانا. فوجئت القوات، وانا اقول فوجئت القياده، لان كان عمليه عمرها يعني اشبه بكارثه كونيه غدر غير قابله للتكرار. ما اتحررتش، يعني في اخطاء مش عايز اعيدها تاني. لكن في النهايه احنا لم ننسحب، انما في امر خطا اتاخد غلط. المهم تمام، قرار غلط. عايز اقول لحضرتك يعني احنا الجيش اللي راجع بالمنظر ده فوجئوا ان يوم 10 كل سينا عناصر الاصلاح الموجوده فيها بقيت لم تعد وبتبلغ عن العدو وهي موجوده. فكان القرار، لا دي اكبر نقطه شعاع امل. فعرفنا ان في قرار ان احنا مش هنسكت لما قالوا عناصر الاصلاح استمري. وبدات القياده تجهز مجموعات اخرى تدفع مكانها. يعني احنا قعدنا من بعديها نسحب القوات اللي موجوده وندخل مجموعات، لان المجموعه لها مدى. المجموعات اللي كانت هناك تقدر تقعد اسبوع 10 ايام. ندخل مجموعات تقعد شهر وترجع، وبعدين طيب. شهرين، وبعدين 3، وبعدين 4. فسينا لم تخلو من عنصر استطلاع طول ال6 سنين دول ولا بعدها. تمام. فده اللي خلى سينا زي ما بقول الكتاب مفتوح قدام القيادة. صحيح. خططت على أعلى مستوى، على طول ال6 سنوات كانوا على يعني على أعلى مستوى من التدريب. عايز أقولك الإرادة. يعني أدي أول حاجة في حز ده، لا ده في ناس متمسبسة بمواقعها وموجودة مرضتش ترجع. ولذلك المعلومات ده لسه في نفس الشهر في معلومات ان عناصر الاستطلاع بلغت ان العدو بيلم الذخيره بتاعتنا وهيستخدمها موجوده في بير العبد. راحت معديه قوات خاصه نفس الشهر يونيو دمرت الاسلحه والذخيره دي اللي العدو خدها. لما يعني كنا في حرب مستمره منذ ذلك الوقت لغايه القوات الجويه قامت في يونيو في يونيو الشهر التالي عملت ضربتين للعدو في 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 سينا جري قدامنا. واحنا المفروض ان ما عاد ملناش جيش، دمرنا الأكبر مدمرة، المدمرة إيلات في نفس السنة في 67. تمام. فإذا لا احنا جيش فلم يفقد إرادته. ولذلك أنا بقول لحضرتك إن هي رئيس وزراء إسرائيل من تاني يوم أو من بعد ال6 ساعات بتستغيث بتطلب بتقول لك أنقذوا إسرائيل. لما يجي أمريكا تبعت لهم يوم 7 أكتوبر ضابط عام برتبة جنرال ينزل في مطار بن غوريون ويروح على القيادة ويقول لهم ايه مطالبكم؟ ويعملوا لهم الجسر الجوي. وبعدين يبتدي الجسر الجوي، يعني هم لما راح لهم ده الكلام ده مذكرات الي عازر رئيس اركان الجيش الاسرائيلي. بيقول لك كلهم اول ما شافوه منهارين، ايه الموقف؟ قالوا له انهيار كامل، تنصحنا بيه؟ قال لهم انا مش جاي بنصايح، انا جاي بتوجيهات محدده. طب عايز ايه؟ قال لهم الدفاع الجوي، لان كان اي طياره تقترب من القناه اقل من 20 كيلو نوقعها. فقال لهم الدفاع الجوي ده اللي يعني ايه اساء الى كل او كشف القوات الجويه الامريكيه على حقيقة. لا لازم نعمل فيه حاجه. صحيح. فالناس بصت له كده لسه ما فاقوش من الطلب الاولاني اللي هم بيقولوا ايه؟ ده الكلام ده العازر اللي بيقول الكلام، بيقول لهم وعليكم ان انتم تاخدوا قطعه ارض غرب القناه باي ثمن عشان نعرف نتفاهم مع السادات. كان دول 7. فقالوا احنا الراجل ده يا اما مش فاهم يا اما لا ده في حاجه. تمام. فقال لهم انا بقول لكم الكلام ده مطالبكم ايه عشان تنفذوه. وبدا الجسر الجوي اللي هو ايه غير الموازين لحد ما، ولكن في ظل هذا احنا قعدنا بهذه القدرات وهذه القوات فعلا. يعني عايز اقول لك ايه، ان
احنا كسرنا خط بريف اللي هو اقوى حد اقوى دفاع في الدفاع الاسرائيلي. ما كان بعده اسطوره يعني، كان كل الناس بيتكلموا عنه هو اسطوره. ما بعده فهو الدفاعات دايما بنشبهها بايه؟ تعرف البطيخه؟ البطيخه اجمد حته فيها القشره الزرقاء اللي بره، بعدها القشره الجزء الابيض بعدها. فاذا احنا ضربنا اقوى حته دمرناها فالباقي بقى سهل. فعشان كده ما جاء بعد ذلك فكان اسهل يعني. عملنا الاصعب في زمن قياسي، الباقي امره سهل. الباقي كان امره سهل. طيب الروح اللي كانت موجوده وقتها، انا شايفه ان هي لسه رغم مرور 42 سنه على الانتصار لسه موجوده عند حضرتك. لا يوم هتروح فوق الا اذا طلعت يعني. لا بعد الشر عليك. سياده اللواء، امبارح في خطاب السيد الرئيس اول حاجه قالها ان هو يعني تحيه لكل المقاتلين وكل روح اكتوبر وكل من شارك في حرب اكتوبر، اول حاجه كانت في الخطاب. وحضرتك كنت بتستمع الخطاب، يعني كيف شعرت بهذه الكلمه؟ بصي الاول انا بشكر سياده الرئيس جدا على طبعا هذه الروح وهذه التحيه، وبقول لي وبقول للشعب المصري كله طبعا بيقول ان جيل اكتوبر ما خدش حقه. لا انا بقول لسياده الرئيس مشكرين ليك وللشعب المصري كله، احنا كل تحيتنا وكل تقديرنا ان احنا نشوف نتيجه عملنا ابتسامه على شفاه المصريين. هو ده المكافاه لينا احنا، ان نحس ان احنا عملناه، ما كناش بنحرق في بحر. نحس بقى ان ايه العامل في مصنعه بيشتغل، التلميذ في مدرسته بيتعلم صح، تنميه بقى بعد كده كله بيكمل، بنكمل بعض. احنا ما كناش بنرجع سينا عشان نقعد نسقف، عايزين نكمل المشوار، عايزين نشوف مصر قد الدنيا فعلا. بنقول للشعب المصري كله، كل واحد بقى في دوره لازم ننهض ببلدنا. يعني هو كان في يعني يعني وفاء كبير جدا بالجميل في هذه الكلمه، خصوصا انه استهل كلماته طبعا بموضوع اكتوبر. يعني كرم منه ومن كل المصريين. بس انا بقول حقيقي اقسم بالله اللي انا بقوله ده صح. احنا كل سعادتنا وكل احنا عايزين نشوف مصر بتقوم بقى تاني. عايزين نشوف الرضا على عيون الناس. احنا الجيل الجيل الرابع للاسف اللي دخل عندنا، ان احنا ابتدينا كل فئه تبص للثانيه نظره حسد. ما كناش كده، ان ده المدرس لا ده الدكتور خد اكتر مني، الدكتور لا ده القاضي خد اكتر مني، ده وبعدين ما هو اللي جاي ده الخير اللي جاي ده ان شاء الله. يعني كل المشاريع اللي اتعملت وبعدين ربنا، ما هو اللي بيقول ايه اسعى يا عبد وناسعى معاك، لما سعينا ادي البترول او ادي الغاز. الخير اللي جاي ده ما هيعم على المصريين كلهم. تمام. نقعد نحسب بعض ليه؟ تمام. لا هي بس يعني في يعني بتحصل كده شويه، ما احنا عايزين بقى ايه؟ يعني عايزين الروح دي نستعيدها مره اخرى، ما نقعدش كل واحد يبص للي في ايد غيره. كمان يعني اولادنا من الجنود يمكن حضرتك تكون شايفهم غير ما احنا شايفينهم، يعني اللي موجودين دلوقتي يمكن لما يشوفوا او يسمعوا حضرتك وغير طبعا من ابطال اكتوبر ويشوفوا الصور اللي احنا كنا لسه شايفينها من شويه وفيديوهات بتاعت الحرب، اعتقد ان الروح دي تنتقل لهم بشكل مختلف عما تنتقل لنا احنا كمدنيين. يعني بيحسوا بحماسه اكتر، بيحسوا ان هم لا يعني ما ينفعش نفرط في سينا، الناس دي رجعتها بالدم، رجعتها بالاصرار، رجعتها بكل الوقت اللي سابوه واستقطعوه من حياتهم ومن اسرهم ومن من كل حاجه عندهم غاليه علشان يرجعوها. فاكيد طبعا بيبقى شايفين. انا همثلها لك بايه؟ الجند اللي بيخش جيش جديد او ضابط جديد، تعرف شبكة الكهرباء؟ هي ماشية اهي، هو اول ما بيخش بيوصل على التيار الكهربائي، انتقل له التيار الكهربائي بتاع ايه؟ بتاع اكتوبر وما بعدها، وبقى خلاص عاش حياته. ولذلك احنا شفنا ولادنا في سينا بيعملوا ايه؟ تمام. يعني حق الشهيد اللي هناك دي سيمفونية أخرى بيعزفها أبنائنا على أرض سينا، يعني اقول لك في منتهى الروعه ومنتهى الفدائيه. صحيح. اللي احنا بنشوفه من اولادنا ينصرهم دايما يا رب، وينصر قواتنا المصريه دايما. طيب سياده اللواء، في عندنا حاجات كثيره جدا ومنها طبعا الخطاب اللي اتقال امبارح، كان فيه اشارات كثيره وكان فيه تفاصيل كثيره، عايزين مع حضرتك كده نحلل هذا الخطاب. خلينا نشوف الخطاب. خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه انتصارات اكتوبر امس، ونعود مره اخرى مشاهدينا ابقوا معنا. لينا شهداء في اكتوبر وقبل حتى اكتوبر، من 67 وقبل 67 وأثناء حرب الاستنزاف، ثم في حرب أكتوبر، ثم شهداء لينا دلوقتي في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف، ضد الإرهاب والتطرف. وأنا عايز أقول وبكرر الكلام ده كتير، وأرجو أن أنتم
تكراره هو تأكيده، تكراره هو استدعاءه، إن هو يبقى دايما ماثل قدامنا كلنا، كلنا المصريين، إن احنا نبقى منتبهين قوي إن ما يدور حولنا وكمان اللي بيدور جوانا هنا في بلادنا لازم دايما ناخد بالنا منه وما أبدا ما يغيبش عن عينينا. في هدف كبير قوي إن احنا نحافظ على بلدنا، جنب منها أي حاجة تبقى ملهاش قيمة، إن احنا نحافظ على مصر ونحافظ على شعبها، أي حاجة تانية جنب منها ما تبقاش ليها قيمة. وده أمر يسقط من أجل الشهداء ويسقط من أجله المصابين والجرحى. فاسمحوا لي ان احنا برضو مرة تانية وتالتة نوجه لهم التحية والتقدير والاحترام لشهدائنا، كل الشهداء اللي سقطوا من أبناء مصر، سواء كانوا في القوات المسلحة أو في الشرطة المدنية أو في أي قطاع من قطاعات الدولة. تحية تقدير واحترام لشهداء مصر. لما عملنا بس قانون الخدمة المدنية اللي ما مسش استمرار العمالة اللي موجودة في القطاع الحكومي بغض النظر عن حجمها، اللي ما مسش دخل هذا القطاع رغم عبئه الثقيل على الدولة، اللي ما مسش حتى العلاوات اللي هتصرف لهم، لقينا في ناس خرجت وقالت ان القانون قد يكون جائر. ده اللي احنا هنقابله اثناء التصدي البرلمان لعمل تشريعات جديده، وكل هيئه او جهه هيبقى ليها تشريع بيتم مناقشته هتبقى بتتخندق على مصالحها. ادي الحكايه ببساطه. فارجو ان احنا يعني ناخد الكلام في إطاره ده، وأنا ما جبتش جهة بعينها. إحنا طلبنا من الأشقاء الإعلاميين من سنة وشوية إن هم يعملوا ميثاق الشرف الإعلامي، من سنة وشوية. فيعني أرجو إن إحنا ما نخرجش التصريح اللي إحنا بنتكلم بيه عن معناه الحقيقي، ونخوف نفسنا ونخوف الناس. لا، أنا واحد منكم، أنا واحد منكم. إحنا كنا أطلقنا مشروع الشباب، وإحنا قلنا إن إحنا الهدف من كده إن إحنا نجهز أبنائنا عشان يتولوا المسؤولية. وأنا بقول مش بقى بعدنا، أنا بقول معانا. احنا لغاية دلوقتي اللي تم العدد المتقدمين حتى الآن 50,000، حتى الآن تقدم لهذه المبادرة 50,000، وكمان جات لنا مطالب بأن احنا الفئة العمرية تزيد شوية، واحنا هنعمل مبادرة تانية موازية ليها تتعامل مع الفئة العمرية من 30 ل 40 سنة. هي ننطلق بس وننفذ المرحلة الأولى ونشوف نتائج التجربة بتاعتنا هتعمل إيه، ونوسع في هذه المبادرة. أهلا بكم مرة تانية. ده طبعا كان جزء من كلمة السيد الرئيس في احتفالات أكتوبر أمس. يتلو أهلا بحضرتك مرة تانية. طبعا كان في يعني حاجات كتير في هذه الكلمة، بس يمكن اللي سمعناه هنا التركيز على حاجتين مهمين جدا، هو تحري الدقة بالنسبة للإعلام في الأخبار، وأيضا عدم المبالغة، كمان التركيز على دور الشباب وعلى استعادة الشباب لمكانهم في تنمية الدولة. الحاجتين دول يمكن ما كانوش موجودين قوي يعني قبل الفترة اللي فاتت، أو يعني الفترة اللي كانت في الأنظمة السابقة. ما فيش شك يعني، أنا عايز أقول حاجة،
خصوصا موضوع الشباب ده. لا الاول اشوف القانون اللي سات الرئيس بيتكلم عليه. تمام. ما هو احنا يعني زي بيقولوا ما يرضي العباد الا الله. في قانون احنا بنظبط ايقاع قطاع معين من الموظفين. طيب حتى ولو كان انك انت النهارده ما انتش راضي، كل واحد اهو. طيب وبعدين حتى هو يمكن الرئيس قال انه لما كان كلمته على الدستور انه اتعامل بنيه طيبه، مش معنى كده نقول عايز يتغير. او حتى الدستور نفسه في ماده بتقول انه ازاي يتغير او يتعدل الدستور. من حق مجلس الشعب بنسبه معينه تقريبا تلتين الاعضاء اذا طلبوا انه يعدلوا لاي ماده هم عايزينها. هو الدستور نفسه نص على كده. تمام. عشان ما نقعدش نطنطن ولا والا الدستور ده مش قران، ما هو احنا اللي هنغيره. هقول لك كده على فكره ساعه الاستفتاء. بالظبط. ده هو الدستور نفسه اذا تطلبت مصلحه الدوله تغييره. هو فعلا الدستور نفسه اللي بالزبط. بيقول كده ان احنا اذا كان في حاجه تستحق وبناء على كذا عضو نسبه من مجلس النواب. تمام. يتعدل. طب ايه المشكله في كده؟ فمش عايزين نبقى كل حاجه جاهزين. لا لا متحفزين. طب الشباب الشباب فعلا احنا لحد دلوقتي يعني لما يبقى عندنا 60% من تعداد شعب مصر شباب، فين دورهم؟ وبعدين مشكلتنا الايه؟ الثقافه الجديده اللي بقت عند شبابنا كله عايز اقول لك على انا مش عايز ادي امثله بمثلا بدول اخرى ان لحد التعليم الثانوي بعد كده ما يحبش حد يكمل الجامعه لما يخلص الجيش الخدمه العسكريه بتاعته. احنا عندنا طبقنا الكلام ده؟ لا نخلص التعليم ونقعد على الكافيه مستنيين. طب حد فيكم نزل يشتغل؟ اسمعي بصي امثله كبيره جدا من الناس اللي بقى ان شاء الله ربنا يزيدهم ويديهم رجال الاعمال اللي هم الثروه الوطنيه. تمام. اللي بقى مليونيرات النهارده هتلاقيهم بداوا من الصفر. يعني مثلا عثمان احمد عثمان زمان اللي يقرا كتابه ده بدا، ده كان راجل وهو مهندس بيطلع مش عارف بيشيل شكارة الاسمنت ويروح ينام جنبيها ويشتغل مع العمال. انما كل واحد عايز يطلع يلاقي الناس اللي زرعت الصحراء زرعتها ازاي؟ ما هم دول اصلا ما بقولوش مليونيرات كده فجأة. غير تانية الحاجات الطفيلة ده موضوع تاني، انما انا بتكلم عن الامثلة الصالحة اللي دخلت استصلحت الارض وزرعت وصدرت وزودت الخير لمصر. دول يمكن يا فندم كان عندهم حاله شويه من الاحباط. يمكن ما احنا مش عايزين الاحباط. ما كل واحد عنده لو استسلمنا للاحباط مش هنعمل حاجه. انما عايزين ندخل في نقطه معلش يمكن هي ما اتقالتش نوت بس انا محتاج اوضحها في ثواني. اللي هو يعني تطوير القوات المسلحه. وبقول يعني قد يسال سائل هل احنا اقتصادنا يتحمل النفقات دي على القوات المسلحه؟ انا هدي مثل صغير قوي. يعني انا فاكر زمان وانا ضابط صغير فاحد الجنود بتوعي بيسالني سؤال. يعني احنا بنتكلم على الطياره ممكن يتضرب عليها اكتر من صاروخ وان ممكن الصواريخ اللي تتضرب على الطياره اكتر من ثمن الطياره. فكان رده كراجل لسه ثقافته فقال لي طب ما نوفر الصواريخ ديت يعني لما جت صواريخ الاضرب صاروخين ولا بتاع على الطياره اغلى منها. فالطبيعي ان الرد يبقى ايه؟ ما بصش انا ضربت وقعت الطياره دي بكام صاروخ لكن اشوف الطياره دي لو ما وقعتش كانت ممكن تدمر لي ايه؟ كان ممكن تموت لي كام روح؟ تدمر لي كام مثلا مصنع؟ تدمر لي مدرسه قد ايه زي ما شفنا بحر البقر؟ فاذا القوات المسلحه الانفاق عليها ليس سفه بل بالعكس حمايه يعني هذه التنميه اللي احنا عمالين نعملها في مصر ان لم تجد القوه اللي تحميها. لا احنا مش محتاجين نقول احنا مش محتاجين نقول ان احنا الدول اللي من غير جيش شكلها ايه؟ العراق كانت شكلها ايه؟ واضحه. ليبيا او دوله بالطريقه دي. انما لما تم الاعتداء عليها بالظبط خلاص مفيش جيش مفيش دوله. شفنا سوريا هي ربنا ما يوريها لحد. فاذا الجيش هو الضمان والامان لاي خطط تنميه ولاي حفاظ على الامن القومي. تمام. اعود استكمال حواري مع حضرتك بس احنا معانا على الهاتف عبد اللطيف استاذ عبد اللطيف من المنوفيه. هو كان احد جيران الزعيم الشهيد الراحل انور السادات. صباح الخير يا فندم. الو. حضرتك وسياده اللواء احنا انا قريه انا عمده قريه يفصل بيني وبين الصلاح الرئيس الراحل البطل الزعيم انور السادات. اهلا بيك. قريه عرضها 50 متر. اهلا بيك. كنا في وقت حرب يا بختك كان عندي سياده اللواء نصر بيقول لك يا بختك. يعني احنا كنا بنعتبره واحد مننا يعني زي عملنا او نشور له وهو بيصطاد وقاعد بسيط جدا فعلا زعيم. احنا تراب المنوفيه بيعشق السادات دي حقيقه. يعني وتراب مصر كله والله يا فندم.
فاحنا انا الحمد لله عشت اجواء اكتوبر يمكن مرتين، وانا كنت واعي كويس وعشتها في 30/6 نفس الاجواء. يعني احنا كنا اطفال صغيرين، والشباب والناس الكبار بيوقفونا على الاماكن والشوارع اللي في القرى، وخلي بالكم لا ممكن كاننا واقفين على الجبهه. وعشنا الكلام ده في 30/6/2013. انا ليا بس كلمه بمناسبه ذكرى حرب العزه والكرامه، اتفضل. الحرب الوحيده اللي انتصر فيها العرب في العصر الحديث. تحيه لكل من شارك، من انتقل بجسده وروح الطاهره ما زالت تعطر دنيانا. وتحيه للابطال الاحياء الذين مهما فعلنا لن نوفيهم حقهم. ردوا الينا عزتنا وكرامتنا، سطروا تاريخا باحرف من نور لن تنساه البشريه الى يوم الدين. دمتم لنا نبراسا ومثلا يحتذى به انتماء للوطن ورمزا للتضحيه والفداء. وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه طيب. والسلامه ومصر كلها بخير. شكرا استاذ عبد اللطيف. استاذ عبد اللطيف قال لنا كلمه حلوه قوي، يمكن يعني انه عاش فعلا اجواء اكتوبر مرتين، مره 73 وهو صغير، ومره ثانيه 30/6. 30/6 كانت شبه الاراده بقى اللي حضرتك كنت بتكلمني عنها. لا ده انا هقول لك على مشهد يعني انا بقول لك انا عشت طول عمري ما شفتش او ايه احلم بلحظه العبور. شفتهاش، وزي كل ما تيجي الصوره اشوف. لا انا فاكر مش 30/6 المشهد اللي هو لما وقف الفريق السيسي وهو او فريق اول السيسي وهو وزير دفاع في تخرج كليه الدفاع الجوي، وقال لو المصريين يبيعوني عشان اواجه الارهاب. تمام. فالناس طلعت في اليوم ده. انا بيتي يعني انا في غرب النيل، التلفزيون شرق النيل، فكنت رايح التلفزيون بعتوا لي عربيه فرايح. فانا معدي في وسط امواج البشر، الامواج المتلاطمه دي فوق كوبري 6 اكتوبر. معدي شايف ميدان التحرير. ده كان 28، كان 28/6 متهيألي. ده كان قبل. لا مش 28. لا ما كانش 28. ده هو قبله، هو لسه وزير دفاع. ده كان لما الشعب طلع يفوضه. ده التفويض. ايوه تفويض. صح. نفس كان تقريبا يقول لك، بس انا بقول بوريك الروح دي. الروح دي. وزي كان التعليق ساعتها، قلت له مهما قلت له سياده الفريق السيسي، مهما الشعب هيوصف لك او مهما حد هيوصف لك، مهما التلفزيون يوري لك، مش هينفع. زي اللي ماشي في الشارع. مش زي ما تشوف. لا الناس طلع الروح نفسها بقى. انت عارفه بنسميها الروح القتاليه، الاصرار على تحقيق النجاح، ان الناس كلها طالعه عندها ثقه في هذا الرجل وطالعه تبايعه، احنا وراك احنا نقاتل الارهاب. بالظبط. هي دي اتكررت ديت في 30 يونيو بقى بشكل تاني بقى. يعني ايه؟ 30 يونيو كان ما بقول لحضرتك، مش انا بقول لك احنا انتصرنا بعد 6 ساعات. ليه؟ لان اللي انتصرت ارادتنا. فهنا بقى ايه؟ بانت من يوم المظاهره اللي طلعت تؤيده في دي ان لا ده اللي جاي فيه تغيير جاي اكبر. هي دي الروح بقى. الإرادة. تشجيع لنفسنا الإرادة. وتشجيع لقواتنا ان احنا لا احنا معاكم، واحنا عايزين نغير، عايزين نشيل الارهاب. الرئيس بيقول لهم اطمنوا، عمر ما فيه رئيس ولا حد يجي يفرض عليكم ارادته. ارادتكم لا تفرض على الجميع من رئيس الجمهوريه لاي حد تاني. اطمنوا، ما دام الشعب امتلك هذه الاراده ما حدش يخاف عليه تاني. صحيح. ده حقيقي فعلا يا فندم. يعني هي يعني انتصار إرادة الشعب، انتصار الجيش المصري، انت خلينا نقول انتصار الشعب المصري او انتصار مصر طبعا. نختصرها كده. لا ما فيش حاجه اسمها جيش وشعب. هي حاجه بس واحدة. ده سن الحربه، ده جسم الحربه بالظبط، مش اكتر حاجه واحده كده. وكيان كيان واحد. أيوة. طيب ست لواء، تعليق اخير من حضرتك كده، خلينا نقول النهارده بهذه المناسبه بعد 42 سنه، تقول لنا ايه؟ تقول للشعب، مش هنقول بقى للجيش ولا للشعب، تقول ايه لمصر؟ أقول إيه؟ عرف الشعب طريقه، وحد الشعب بلاده، فإذا الحلم حقيقة والأماني إرادة. يعني إحنا عايزين، هي دي الإرادة بقى. يا شعب مصر كمل، مفيش قدامك سقف بقى. وملناش حجة. تمام. إحنا الحمد لله رب العالمين امتلكنا إرادتنا. كل التغيير اللي إحنا عايزينه عملناه، مش باقي غير إن كل واحد يشتغل بقى ويحقق الهدف اللي هو عايزه. تمام سيادة اللواء، بس قبل ما يعني ما نختم فقرتنا، في معانا تليفون من محمد من الفيوم، كان عايز يكلم حضرتك. يا استاذ محمد صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل سيادة اللواء نصر معاك. بسلم على اللواء نصر لو سمحتي. اتفضل، هو معاك. اتفضل تحت امرك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه. انا بعتذر ان انا كنت جندي عندك كف 9. اهلا وسهلا. اهلا يا محمد. انا كنت ماسك التحويله، بسلم على حضرتك.
ربنا يخليك، ده كل سنة وانت طيب. وانت طيب، كل سنة وانت طيب. انا بعتذر ان انا كنت خدمت مع حضرتك في 9. انا اللي سعيد اللي بسمع صوتك النهاردة يا محمد. الله يخليك. تحيات الاهل الفيوم كلهم، والفيوم اللي انجبت امثالك يعني. الله يخليك، بعتذر. وكنت بعبر ده، كنت ماسك التحويله، وكنت باجي كل يوم اعرض على حضرتك الاشارات. ربنا يكرمك يا محمد، شاكرين جدا. وانت طيب، وانت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب، ويعني كل سنه يا رب، كل لحظه واحنا منصورين دايما. محمد من الفيوم بشكرك شكرا جزيلا. سياده اللواء يعني معلش احنا نختم، كان لازم ناخد تليفون. محمد بشكر حضرتك مره ثانيه، بقول لك كل سنه وانت طيب ونورتنا النهارده. سياده اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق واستاذ العلوم الاستراتيجيه باكاديميه نصر، شكرا لحضرتك مره اخرى. مشاهدينا استنونا، ولسه معانا فقرات ثانيه كتير، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. بس يكون بدلي بس يمكن لا تستطيع ده، يمكن لا تستطيع ده. المخمة הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומהירות, שוויון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. أكتوبر 73، فخر العسكرية المصرية. كانت مصر في قلوبهم، وسيناء ملء عيونهم، وكان شعارهم النصر أو الشهادة. أكتوبر 73، فخر العسكرية المصرية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الأضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها على الحدود جنود وزود في كل شبه وكل ناحية. يوم ستة أنا كتبت سطوري، شهد التاريخ يومها عبوري. يوم ستة أنا كتبت سطوري، شهد التاريخ يومها عبوري. واللي بينا وكانوا منا ضحوا يا مصر في كل وقت وكل زمان وكل لحظة.
يعني طبعا النهاردة في إطار احتفالنا واحتفال برنامجنا صباح دريم بانتصارات أكتوبر 73 والذكرى الثانية والأربعين لهذا الانتصار العظيم، في تفاصيل كتير وفي حاجات كتير يمكن احنا لسه ما كناش عارفينها أو عارفين عنها حاجات بسيطة. لكل نصر لذته ولكل نصر احتفال خاص به، إيلات بنسمع دايما، إيلات بنشوف فيلم الطريق إلى إيلات، في حاجات كتير ما نعرفهاش عن المقاتلين الأبطال أبطال عملية إيلات. معانا أحد الأبطال، أحد أبطال عملية إيلات العظام، السيد اللواء عمر عز الدين. أهلا بيك سيادة اللواء، صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة. وانت طيبة طبعا. يعني عملية إيلات أحد أهم العمليات المهمة بعد حرب الاستنزاف، وكان في عمليات كتير بس إيلات أشهرهم. ليه إيلات أشهرهم؟ إيلات تمت في أثناء حرب الاستنزاف، يعني إذا كان الذكرى 42 لحرب أكتوبر فدي الذكرى 45 و 46 لعمليات إيلات. 45 46 إزاي؟ ازاي؟ لان اول عمليه في ايلات كانت سنه 69، فبقى لنا 46 سنه. عمليه ايلات الثانيه وعمليه ايلات الثالثه كانوا في سنه 1970، تمام، يعني بقى لهم 45 سنه. ف هي العمليه تمت على كذا مرحله. هو احنا دخلنا ميناء ايلات خمس مرات. خمس مرات؟ هو رقم قياسي الحقيقة، يعني هو الحقيقة كل مدى كل ما بنحس باللي يعني الفخر على قد ما بنحس بالفخر، بحس ان اسطورة الجيش الاسرائيلي دي كانت كلامه خلاص يعني. لا لا، هي طبعا احنا نحترمهم ونحترم طبعا قوتهم، لهم حاجات قوية لازم تحترم، بس احنا اقوى، احنا اقوى الحمد لله، الحمد لله احنا اقوى بكتير كمان، عشان احنا لنا قضية ولنا عزيمة وبنحرق أرضنا. لما نيجي نبص احنا في أيام حرب الاستنزاف، هي جت بعد نكسة 67. 67 طبعا كانت هزيمة قاسية، صحيح، أصابت الجميع بحزن، المدنيين والعسكريين بالضبط، يعني كان ذل وهوان على مصر وعلى الأمة العربية كلها. ويمكن ما كانتش حرب، ما يعني ما لحقناش نحارب يعني، فابتدت حرب الاستنزاف وابتدى المقاومة ان احنا نرفض الهزيمة خلال العمليات بتاعة حرب الاستنزاف، ويبتدت على طول من يوم من بعد 5 يونيو، ابتدت حرب الاستنزاف من 10 يونيو بمعركة راس العش، وبعد كده كان المعركة الكبيرة اللي هي 31 اكتوبر 67 اللي هو قامت البحرية المصرية ممثلة في لانشات الصواريخ بإغراق المدمرة إيلات. تمام، تفاصيل بقى إيلات إزاي؟ دي المدمرات. تبتدي بقى عمليات الضفادع البشرية بتاعتنا، لأن مجموعة الضفادع البشرية كان عندنا الحقيقة قيادات ممتازة جدا، من قائد القوات البحرية ساعتها الفريق محمود فهمي عبد الرحمن، قائد لواء الوحدات الخاصة الله يرحمه رضا حلمي، يعني كان شخصية ممتازة وبطولة، خليفة جودة مصطفى طاهر، مجموعة كبيرة الحقيقة، اتدربنا كويس قوي، مجموعة مكونة من 25 ضابط وصف ضابط، اتدربوا كويس قوي لعمليات الإغارة على مواني الإسرائيلية، تمام، إيلات وحيفة وأشدود. اختيار حضراتكم يعني ازاي تم اختياركم لهذه العملية، بناء على ايه؟ عارفة فريق الكرة بيختاروا ازاي؟ الكرة؟ لا انا ما اعرفش فريق الكرة بيختاروا ازاي، بناء على الكفاءة اكيد يعني. بالظبط كده. هي بالظبط، احنا مجموعة مثلا 25 واحد، تدريب قاسي جدا، اللي شاطر في التدريب وبيدي ارقام كويسة، سباحة وغطس ولياقة بدنية، تمام، واستطلاع، والمتفوقين بيختاروهم. فبالظبط كده زي الفريق اختبار وبيختار منه المتفوقين. فاحنا في التدريب بنتنافس جدا عشان الاوائل في التدريب هم اللي هيتم اختيارهم، واللي ما يتمش اختيارهم يبقى زعلانين جدا ويبقوا نفسهم يطلعوا في المره الجايه. فالحقيقه كانت مجموعه متنافسه بس كلها
متحابة، لأن إحنا ضفاف البشرية دي مجموعة فدائيين أكيد يعني ما عشان كده يعني سعيدة جدا لحضرتك بتقول اللي ما كانش بيتم اختيارهم كانوا بيزعلوا، مع إن في خطورة ويعيطوا كمان في خطورة على حياتهم، فهم زعلانين إن هم مش رايحين طبعا. كل واحد عاوز ياخد شرف إنه يعمل حاجة لبلده، ولو استشهد يبقى شرف أكبر كمان. طبعا طبعا حضرتك والمجموعة اللي كانت معاك نفذتم 5 عمليات هم 5 عمليات في إيلات. الحمد لله كان ليها الحظ إن أنا اشتركت في 4 من الـ5. أيوة الأولى كانت في نوفمبر 69، تم إغراق سفينتين هيدروما وداليا. تمام. تانية في فبراير 70 تم إغراق سفينتين برضو بتشيفة عباتيام. والتالتة كانت في مايو 70 وتم تدمير الرصيف الحربي الإسرائيلي داخل ميناء إيلات. تمام. دول التلاتة الرئيسيين، في واحدة بقى استطلاع وفي واحدة قبل العملية الأولى بس وصلنا وما لقيناش المراكب فأجلوها بعد أسبوع يعني. طب يعني 4 عمليات هم 5 عمليات حضرتك شاركت في 4 عمليات منهم، يعني الفروقات ما بين العمليات دي، يعني حضرتك بتقول كل مره كنتوا بتغرقوا سفينتين مثلا، طب يعني عايز اعرف بقى تفاصيل، يعني ازاي بقى كل مره سفينتين، وهم ما كانوا مستعدين هم ازاي ليكم، طب انتوا كنتوا بتعمل، يعني عايز اعرف بقى الحاجات اللي الناس مش عارفاها. احنا هنقول خلفيه بسيطه كده، ان خلال حرب الاستنزاف وبالذات لما أغرقنا المدمرة إيلات الإسرائيلية بتاعتهم وابتدت في خسائر كبيرة في العدو الإسرائيلي، تمام، بدأوا يضربونا في العمق، يعني الجبهة مش قادرين عليها، الطيران بتاعهم مجاله كبير، ابتدوا يضربوا في مصانع أبو زعبل، ضربونا في نجع حمادي، ضرب في مدرسة بحر البقر في الحظ الشرقية. الرئيس جمال عبد الناصر ساعتها طلب ان احنا نرد عليهم ونضرب اسرائيل في العمق، فالحقيقه كانت الطريقه الوحيده هي الضفادع البشريه. محمود فهمي عبد الرحمن اللي كان قائد القوات البحريه ساعتها قال له انا هتكفل بالموضوع ده، والحمد لله قال له انا عندي رجاله يقدروا يوصلوا للمواني الاسرائيليه. ثقته فيكم كانت كبيره. ثقه كبيره جدا. ولا تتخيل الراجل ده كان قائد قوات وهو عنده 39 سنة شاب. رضا حلمي القائد بتاعنا كان عنده حوالي 30 سنة. احنا كل المجموعة بتاعتنا ضباط وصف ضباط من 20 لـ25 سنة. وده يوريك الشباب لو انت تديهم الثقة ممكن يعني يعملوا ايه. فعلا فعلا يعني لسه كنا قبل الفاصل بنتكلم على، يعني في الفقره اللي فاتت كنا بنتكلم على الموضوع ده، طاقه الشباب طاقه موجوده، اذا اديناهم الثقه وما احبطناهمش شوفوا يقدروا يعملوا ايه، يعني حاجه فوق الخيال. طب لا. احنا معانا استاذ حضرتك تليفون ريهام من القاهره. الو. ايوه ايوه يا ريهام صباح الخير. صباح الفل. اتفضلي. انا طبعا متصله تليفون على الاستاذ عمر. علي صوتك بس شوية عشان احنا مش سامعينك كويس. الو. ايوه اتفضلي. انا متسمع سنتكلم على سيادة القبطان عمر عزيز. واقول له كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا ريهام. حضرتك طبعا اكيد مش عارفني، انا مدام المهندس خالد توقي. ريهام ايه؟ مدام المهندس خالد توقي. انا زهر خالد. مدام مهندس خالد. مراد مهندس خالد. ايوه خالد شوقي. اهلا يا ريهام. ازيك يا اهلا يا باشمهندس. انا حابه اقول للناس كلها ان حضرتك فعلا فعلا بطل واعظم راجل بصراحه، يعني انا قابلته وشفته واحترام حضرتك للناس واحترام حضرتك للاخرين وتواضع حضرتك، يعني فعلا فعلا اللي مش موجود في حد دلوقتي. الله ده من ذوقك بس. دي مش مهمله، دي حقيقه، وكل الناس تسعد على هذا الكلام. ده من ذوقك يا ريهام والف الف شكر. متشكرين يا ريهام. حضرتك طيب وكل مصر وانت طيب، يا رب ان شاء الله من مصر لمصر لمصر ان شاء الله يا رب. وكلنا كلنا نفضل ان شاء الله كده مفتخرين بحضرتك ان شاء الله. متشكرين الف شكر. من ذوقك. بنشكرك جدا مدام ريهام من القاهره. معنا تليفون تاني نادر من طنطا. استاذ نادر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الفل. ازيك؟ وبحيي ضيف حضرتك.
اتفضل وبي حقيقي حضرتك سمعك. انا بحييك بالذات عشان انا من مواليد طنطا، انت ما قلت طنطا انا بقيت سعيد جدا. يا عم مستشهد في حرب 73 عمك؟ اه عمي اه الشهيد مصطفى شعبان جامع القزاز. ربنا يرحمه. يعني ما فيش حتى الشؤون المعنويه للقوات المسلحه يعني اي تكريم لاسرته. حضرتك انا ليا والدي عنده 64 سنه، بتمنى بس ان السيد مدير الشؤون المعنويه او السيد الفريق صبحي بتكريم والدي برحله عمره. حاضر. حاضر هم سامعينك دلوقتي. بس حضرتك كفر الشيخ سليم مركز طنطا غربيه. تمام. كفر الشيخ سليم مركز طنطا غربيه الشهيد مصطفى شعبان جامع الازاز. طيب. اخو الشهيد محمد شعبان جامع الازاز. احنا بنناشد سياده الوزير دلوقتي طبعا من خلال البرنامج. استاذ نادر حضرتك ما تقفلش بس تدي رقمك لزملائنا في الكنترول. شكرا يا نادر. ست لو ارجع لحضرتك مره تانية وموضوع ايلات، كيف استقبل يعني العالم هذه العمليه بقى بعد انتهائها ونجاحها؟ حضرتك شفت بقى ازاي استقبل العالم؟ هي مش عمليه زي ما قلنا كذا عمليه بس من اول عمليه لا النجاح او من اول خلينا نقول من الاول بس اول عمليه كانت مفاجاه كبيره جدا جدا لان بعد هزيمه قاسيه ان الجنود المصريين يقدروا يوصلوا لقلب إسرائيل ويدمروا السفن الإسرائيلية في قلب ميناء كانت إسرائيل. كانت تهدئة بعد هزيمة 67. فدي طبعا غير أنك غرقت لهم مركبين التأثير المعنوي كان أقوى من التأثير المادي. لأن التأثير المعنوي اللي هم أصلا بيشتغلوا عليه بشكل كبير جدا بالظبط. ومفهمينك أن هم الجيش الذي لا يقهر. ما عشان كده بقى أحب أكرر موضوع التفاصيل. أيوة ده يعني فبيخش يعني عاوز يهزمك معنويا قبل ما يهزمك في ميدان القتال. صحيح صحيح. والهزيمة المعنوية دي قاسية جدا، ممكن أنت قبل ما تخش المعركة تكوني مغلوبة عشان أنت مكسورة. صحيح. فدي ردنا عليها رد عملي مش بالكلام، لا احنا نقدر مش عليكم ولا نقدر حاجة. نوصل لغايه عندكم وعقل داركم ونضربكم. والشيء اللي وليكي بطوله الجندي المصري ان بعد العمليه الاولى مشيد ايان اللي هو كان وزير الدفاع الاسرائيلي ايامها راح عين ميناء ايلات وشاف الخسائر اللي حصلت ومنتهى الغرور كده ادى بتصريح وقال ان ما فيش جندي مصري هيقدر يخش الميناء، حتى ما قالش جندي مصري كان يعني قليل ادب شويه، قال مفيش صرصار مصري هيقدر يخش ميناء ايلات تاني. فاحنا برضو ما ردناش عليه بالكلام، احنا دخلنا بعد هذا التصريح 4 مرات وغرقنا لهم مركبين ودمرهم الرصيف بتاعه. فيعني الرد العملي بيبقى جابوا نفسهم يعني في التصريح ده. يعني هو فعلا يعني يمكن الغرور كمان احد اهم العوامل اللي خلتهم يعني تمت الاطاحه بيهم. بس ايضا